السلام عليكم. الموقع دوت بتخليك ترفع الصورة بتاعتك ويبدأ يخليها تتحرك. طيب خلينا نرفع صورة اهوت، وليكن مثلا الصورة ديت، تلاقي كذا انيميشن حركة او عمل لك حركة بسيطة، لكن ممكن تقول له انا عايزها مثلا تبقى بالشكل دوت سيركل، ممكن تخلي الحركة أسرع، فوكس بوينت النقطة السنتر ولا من الجنب ولا الإيدج، أدفانسد إيديتور لو أنت في أجزاء معينة في الإكس مثلا في الواي، الفيس في الواي. فتقدر تحول الصورة من صورة جي بي جي ثابتة لصورة جي اي اف يبقى فيها حركة بالشكل ده. طيب عايزها تبقى كام ثانية؟ 4 ثواني مثلا، هتبقى بطيء قوي. ممكن تدخل هنا بقى في الدبس ماب وتبدأ تحدد الدبس بتاعك، وتبدأ تحدد هيبقى الدبس في النير ولا الفير، السايز، الوباستي، الشفية. طيب بعد كده ممكن تقول له بقى انا عايز اعمل شير للصورة ديت بعد ما تخلصها، تقدر انت تشيرها على الفيسبوك او على التويتر او اي حاجة من الحاجات ديت، وممكن تسيبها كجي اي اف او ام بي 4 او ال اي اف او فيسبوك 3 دي او ديبس ماب او اس بي اس زي ما انت عايز.